حلقة جديدة بنقدمها لكل اللي عم يتابعونا. أنا بعرف كلياتكم ورا الشاشة حالياً قاعدين عم تقولوا شو عم يصير. اللي عم يصير بنات الشغلة اللي بتصير معنا كل يوم ببيوتنا، التعامل مع المكواية اللي منا صحيحة، التعامل مع المكواية اللي بتنقط مي وبتحرق ثيابنا وبتخرب ثيابنا وبتخرب كراديرنا وعباياتنا وملابس أولادنا. نحن اليوم عم نقدم لكم الحل، القوة المثالية للبخار اللي أنت بتحتاجيها لحتى تكوي ثيابك بطريقة جدا عملية، مع مكواة سلكية ولاسلكية وبخارية، وفيك تستخدميها حتى من دون بخار، يعني مكواية عملية جدا فوق ما بتتخيلوا. بثواني قليلة بتوصل درجة الحرارة بشكل متساوي وتعتبر أكثر مبيعا، لأنها أكيد ما ننسى أنه بتتميز تقنيات جدا متطورة، تستخدم طريقة مثل ما حكينا سلكية ولاسلكية، مكواة عادية وبخارية، قوة بخار جدا عالية، وفيك ان انت تحطي مستويات مختلفة، واهم شيء بتجهز معك باقل من 30 ثانية. بحس بالحكي اللي عم بحكيه، عرفت قد ما انه التقنية جدا متطورة. برجع بذكركم بخار جدا قوي وفعال، سعر مثالي، واكيد طاولة كي هدية لكل متابعينا. واكيد اليوم عندنا مفاجأة، غسان معي بالاستوديو اول مرة نقدم مع بعض. طبعا غسان اللي ما بيعرفه هو معلق كرة، صح؟ كرة قدم طبعا. اوكي، واليوم رح نقدم مع بعض هيدي. طيب انت شو لك بالكوي بقى؟ بتعرف علاقتك مع الكوي غسان؟ علاقة كل رجل مع الكوي يعني، بس انا بكوي شوية ملابسي. بكوي شوية ملابسي، خاصة اني استعملت الاسبوع هذا استعملت ريجورس المكويات هذه، فكانت تجربة حلوة، وان شاء الله نشاركوا مشاهدينا ان شاء الله. هلا رح اشرح اكثر لكل متابعينا هيدي المكوايه كيف ان استخدامها جدا سهل. مثل ما شايفين اول شيء حكينا هي بتيجي مع هيدا الستاند اللي هو كمان جدا عملي بهيدي الطريقه، بيجيكم كمان لونه بيجنن، حتى الكونتراست ما بين هيدا اللون واللون الابيض كثير حلو، وشايفين اللوجو هون موجود قدامنا. اذا بدي انا استخدمها بطريقه سلكيه يعني مع السلك المرفق، في ان انا استخدمها بطريقه جدا عاديه مثل ما نحن شايفين، اما اذا بدي استخدمها لاسلكيه غسالة فبس بحطها هيك على الستاند. عندي هيدا الزر اوكي مثل ما هو موضح معي على الشاشه، اوكي بس هيك اخذ الزر ارفعه لفوق اوكي بهيدي الطريقه، بعدين باخذ المكوايه nothing. او لا لا، هي احسن شيء استعملته الاسبوع هذا انه المكويه بدون سلك. انت عارفه exactly. المشكله دائما لما تكون تكوي سلك بيجي وراك بيجي بالهيك إيه؟ والحلو من ثقيله يعني طبعاً. انا بعرف المكويات بنات عن جد، تذكر المكويه القديمه تبع الحديد مكوى حديد بتحس عضلات لكن هون عن جد جدا عمليه. خليني ارجع اذكركم انه فيها كل الخصائص اللي انتم بحاجه لها لحتى تحصلوا على كوي مرتب. اذا جينا نحكي على ريجورس فنحن رح نلاحظ هون انه عندنا مثل ما شايفين عندنا هون اول شيء المكان المخصص لحتى نحط مي، ولاحظوا شغله، تتذكر المكويات العاديه شو بيصير؟ هيدي الفتحه بتكون جدا صغيره طبعا، هون عندنا الفتحه كبيره فبسرعه كمان بتقدر تحط المي، وعندنا هون المكان المخصص لرش المي كمان من الاعلى نزولا. هيك رح نلاقي هون اذا نحن حابين ان احنا ما نستخدم خاصيه البخار بنخليه على هيدا، او نختار ما بين ثلاث مستويات مختلفه، الثالث الثاني والاول. هون عندنا الزر الخاص برش المي وتفعيل البخار، هون المستويات المختلفه فينا نختار حسب نوع القماش، واذا نحن حابين ان احنا ننظف المكوايه تنظيف عميق فينا نحن نستخدم هيدا الزر كمان. هون من قدام مطلي 100% بالسيراميك. انت جربتها لزقت باي شيء؟ ولا شيء، ولا شيء بصراحه، حقق الحق ولا شيء يعني. هاي المكويه السيراميك على طول يعني بيكون يعني سموث، فيري سموث، فيري سموث اكزاكتلي، وتوزيع الحراري بيكون مثالي. وما ننسى ان عندنا هيدي الفتحات اللي بتكون على السطح كلياته هو اكشلي جدا كبير مقارنه بايدي، يعني لحتى يشوفوا قديش حتى بتكون عمليه الكوي جدا سريعه. من هيدي الفتحات بيتم ضخ البخار فبالتالي بتخلصي كويك بطريقه جدا سريعه. خلينا نحكي عن هيدا المنتج اللي نحن عم نقدمه لكم اليوم اللي هو فيه خصائص كتير عالية. نرجع ونشوف التحدي مع بعض. هذه هي المكوية التقليدية. شكرا على المكويات. هاي هدية لنا فيك تأخذها على فكرة. خبرنا أول شيء على الكوتينج تبعها. هاي الكوتن المعدنية هي مش بالسيراميك يعني، صحيح، فهذه بتلزق وبتحرق الملابس ساعات، انت عارفة كثير انواع ماتيريال تبع القماش، صحيح، فهي المكواة يعني التقليدية مثل ما قلتي. كيف هتثبت لنا هيدا الشيء؟ هنشوفه دلوقتي بالبالون. يلا هنشوفه بالبالون. يلا خلينا نشوف مع البالون شو هي التجربة اللي رح يعملها. يلا بسم الله. يلا نقول بسم الله. سويها هيك؟ لا لا، ما حتسويها هيك. يلا يلا بسم الله. اوكي
واو، شوفوا قديش عن جد لما تكون الحرارة جدا عالية ومش متوزعة بطريقة مثالية فأنتوا ما بتقدروا يا بنات تكوا بطريقة جدا مريحة. احنا هون عندنا مكواية بخارية، شايفين قوة البخار؟ بخارية مهما لمست أي سطح ما بيصير لأبدا أي شيء لأنها جدا عملية. شو رأيك؟ ممتاز برا. خذ بقى هايتي معك وانت رايح. أوكي يلا شكرا على الكادو. هلا رح ننتقل معكم ونفرجيكم تحديات أكثر وأشياء أكثر فيكم تعملوها. وهلا غسان رح نكوي مع بعض هايدي القطع الملابس وأكيد الأقمشة المختلفة. عنا هون القطن كتير صعب ولازم درجة جداً. حرارة معينة صح. إذا فيك تساعدني طبعاً بكل سهولة هون بضغط فقط على زر البخار وبلمس عندي هون شايفين؟ بهيدي الطريقة بيكون معي جاهز وبقدر أحصل على كوي مثالي مع استخدام ريجوروس بطريقة مثل ما شايفين فيرتيكال. عنا هيدا الجزء من شايفين لاحظوا بس ما نفردها شوية أيوة نتركها شايفين هيدا الجزء منه مكوي شايفين كل الكسورات اللي موجودة بينما هون عندي very smooth وحتى بهيدي الطريقة بنكون عم نعقم ملابسنا. خلينا نشوف هلا الماتيريال الثانيه. اوكي الطريقه الثانيه لاحظوا معي هون هيدي القطعه قديش انها فيري تريكي للستات انت يعني احنا ملابسنا معقده طبعا. يعني هذه اكيد ابصم بالعشره. فهلا رح نشوف مع بعض كمان كيف نقدر ان احنا نكويها بطريقه جدا عمليه. البخار اذا عندنا اي شيء تريكي بنقدر نعمل 1 2 ذاتس ات بيكون عندنا قوه بخار كافيه ان هي تخترق عده طبقات من الاقمشه بينما هون فين انا بكل سهوله اعمل هيك امشي على القماش. لاحظ لاحظ انت هي كثير ملاحظ الفرق. انا كانت عندي التجربه هذه الاسبوع هذا شايف ها شفت يعني استعملت الريجوروس هاي المكوى فكانت عندي التجربه هذه كانت ممتازه جدا بصراحه. شوفوا الفرق ما بين هيدا الجزء وهيدا الجزء شايفين عنا هون جزء ابدا منه مكوي كله كسورات وهون فيري سموث فيري سلكي حتى كل الكسرات اللي كانت موجوده عنا في الماتيريال هون من فوق راحت تماما. ننتقل الى التجربه الثانيه هاي القميص الرجالي بقى ايه قميص الرجالي وما ادراكم هيدا يعني كابوس كل ست طبعا. بيت ايه. اوكي خلينا نشوف اول شيء حتى رجل البيت نفس الشيء والله عندكم ايه. اوكي هلا هون رح فرجيكم كيف انه فيكم بكل سهوله تستخدموا خاصيه البخار نفس الشيء لحتى تكوا. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد غسان خلص ما عندك مشكله مع الكوي كمان حتى الازرار بكل رياحه فيكم تمشوا عليها بالضبط. أو لا لا والله يا بنات أنا شاطرة بالكوي يعني الموضوع مش بإيدي لا ما شاء الله عليك. هلا راح فرجيكم كمان هون الكم بكل سهولة في أن أستخدم البخار. أو ماي جاد كتير كتير سهل إن إحنا نستخدمه. أوكي ولو نلاحظ كمان هون الفرق بين الاثنين كسرات منه عملي أبدا وهون نحن عنا مكوي. خلينا ننتقل مع بعض إلى التلف. هيدا بقى كمان الرابع. يعني جدا جدا صعب رح ازيد التحدي. ار يو ريدي؟ ريدي. اوكي يلا اللي ستوب اللي ستوب يلا ستوب لا لسه ما اعطيني شويه تشالنج. اوكي يلا غسان ها ماشي يلا. يلا ستوب. اوكي ستوب راضي هيك راضي. اوكي يلا بدنا نفرد هيدا الشيء مع بعض هلا. ايوه بكل سهوله ريجورس في ثواني رح تساعدني اتخلص من كل الكسرات اللي موجوده فوالا من كل انواع الاقمشه تستاهل صفقه. برافو 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 ريجورس. اوكي يلا. يلا خلينا هون بقى نرجع تعال هون انت غسان يلا. اوكي خلينا هون نفرجيه هون كيف حتى فيهم يستخدموا المكواية لكن بطريقه غير لاسلكيه. لا لاسلكيه صح لا لاسلكيه كوردلس يس. هون حنستعمل الريجورس كوردلس وحنكوي طبعا زي التقليدي او الخليجي تبعنا وحنشوف بكل سهوله بكل سهوله طبعا حنجربه على المكان هذا مثل ما عملنا استعمل البخار. شوف السهولة شوفوا السهولة بعملية الكوية حتى إذا أنتوا مثلا عندكم أي أزرار شايفين الفرق ما بين الكسرات اللي عنا هون وعنا هون قديش القماش في ثواني قليلة بالضبط. تقدروا تحصلوا على هذه النتيجة يه. هلا خلينا ننتقل مع بعض ونحكي فستان توتا. هاي فستان بنتك صح؟ فستان توتا. شايفين انا عندي هيدا الشيء تشالنج، اي شيء بيكون فيه بروزات، اي شيء جلتر، اي شيء هيك لمعه كمان ما بيكون ابدا عملي بالكوي بطريقه بالضبط. تقليديه، شو نعمل بهيدي الحاله؟ الحين مش نكوي بالبخار
حنشوف هالثلاث زهرات تبع البنوتة. وبنقدر نكوي ونعقم. والنقطة اللي جدا مهمة كنا عم نحكي عنها غسان قبل الحلقة، تتذكر قلنا نحن شو بنعمل؟ اوكي، في اشياء نحن بنغسلها بشكل يومي، يعني نحن بنقدر بكل سهولة ان نحن مثلا نبدل قمصاننا بلايزنا، بس البناطلين ما من صح. يعني ما بنغسلها كل يوم، لو لبسته اليوم مش حتغسله اليوم يعني او بكره. جينز خاصة. فبهيدي الحالة نحن بحاجة ان احنا نعقمها، وقوة البخار جدا جدا عالية. خلينا ننتقل هون ونشوف كمان كيف طريقة استخدام ريجورس بطريقة أفقية، يعني شفنا عمودية وانت هيك واقفة ومرتاحة علقي ملابسك على الشماعة وخلصي الكوي. هلا رح ننتقل ونشوف مع بعض الكوي. فيك تكوي أجزاء من أي تيشيرت عندك بالطريقة التقليدية، بتحصلي على نتيجة مثالية. وإذا عندك أي شيء تركي، يعني إذا عندك أي مثلا هيك مثل ما شايفين، هي صارت معي الاسبوع هذا، انه عندي كثير تيشيرتات مثل هيك فيهم برينتينج. فبتستعمل البخار يعني باجي هون بحط البخار هيك. بقدر ان انا اكوي بكل سهوله بالضبط. من غير ما اخرب الاقمشه تبعي بالضبط. فشايفين طريقة جدا عملية وسهلة وبشكل جدا سريع، بقدر أكوي كل ملابسي من دون ما أخاف أبدا أنه أي شيء يخرب معي. وهيدا الشيء ما بقدر أحصل عليه مع أي مكواية تقليدية، لأنه المكويات التقليدية من عملية أبدا. بالضبط، ما شاء الله عليك شطورة بالكوية. ما رح أكوي لك شيء. بدك تشتري ريجورس؟ يلا أوكي. طبعا هنشتري. يلا. وهلا غسان عنا بنطلون، هيدا البنطلون رح نحقق من خلاله حلم كل رجل، الكسر اللي قدام هذه. شو السر؟ هيك بتنزل على العزكم الله هالجزمة بتصير شكلها مركب. ايه طبعا. اوكي، فنحن هلا رح نعمل هيدي الكسرة. كمان لاحظوا ان عنا طبقة، عنا اثنين، عنا ثلاثة، عنا اربع طبقات من الاقمشة. وما تنسوا اكيد ان هيدي الطاولة مقدمة لكم هدية اذا اتصلتوا فينا اليوم. فينا ان احنا نستخدم مباشرة بهيدي الطريقة، لاحظوا، او فينا كمان نحن نستخدم البخار. كمان لاحظوا الكسرة 1 2، شايفين الكوي وهيدي الكسرة موجودة عنا. فرجينا اياها. يلا. ايوه قولوا عني ما بعرف اكوي. لا ما شاء الله عليك. خلاص يلا، هلا شو رح تفرجينا انت غسان؟ فرجيك قوه الضغط بتاع البخار. يلا. لما بيطلع يلا بيكون كتير قوي وكتير يعني يلا سريع. حنجربوا اول شيء المكنه هذه، المكنه التقليديه اللي بتنقط مي. اي بالضبط. اي والله. فحنشوفها كم حتقدر تطفي لنا من شمعه بالبخار. فتقريبا شمعه واحده. اوكي، شمعه واحده. ننتقل للمكنة الثانية. احنا هون بنثبت حتى البخار بيوصل لأي طبقة من طبقات الأقمشة، وهيدي نقطة جدا مهمة وبتسرع عليك الكوي. بالضبط. اوكي، هنجرب. احنا تقريبا عنا 10 شمعات. اوكي، فحنشوف مع ريجوروس كيف بتكون. 1 2 3 3. برافو برافو برافو، عن جد عن جد عملية جدا 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 فوق ما بتتخيلوا. كمان نقطة جدا مهمة ما ننساها، ان انتم فيكم تستخدموا ريجورس لخاصية التعقيم، وهذه شغلة جدا مهمة. كوشنز او حتى العاب اطفال بكل سهولة فيكم ان انتم تستخدموا البخار بهذه الطريقة لحتى تعقموا كل شيء عندكم. وما تنسوا، شفنا قوة البخار مع بعض قديش. خلينا نرجع نتذكر مع بعض الاسعار اللي موجودة بالسوق قديش لهيك نوع من انواع المكويات اللي بتكون تقنياتها جدا متطورة. السعر مثل ما انتم شايفين قدامكم 456 ريال سعودي. كمان هون عم نشوف اسعار تانية 592. عم نشوف اسعار جدا غالية، يعني شايفين المكويات ممكن على فكرة بتوصل سعرها ل 1000 و2000 درهم او ريال سعودي. احنا اليوم عم نقدم لكم ريجورس اكيد مع معيار لوضع الماء وطاولة كوي هدية بسعر تنافسي جدا، وكمياتنا جدا محدودة. ومثل ما شفتوا كل التحديات اللي عملناها انتوا فيكم تستمتعوا فيها بالبيت، كل بقى انواع اقمشتكم كل شيء بهيك بينتوي بطريقة جدا سلسة. شو رأيك؟ انا معك في اللي قلتيه، وان شاء الله يعني يعجبون يعجبهم اكيد التحديات. خلينا نروح بريك ونرجع لهم ونعمل تحديات اكثر واحلى. شو رايك؟ انا معك. يلا، ما تنسوا اكيد ان كيو ار كود دائما بتشوفوه على يمين الشاشه تحت، صوروه رح يطلع لكم المنتج مباشره. We'll be right back.
الماركة الألمانية ريغورس المنتج الأكثر مبيعاً حول العالم عم نقدم لكم مكوات البخار اللاسلكية مع هدية 3 وظائف بواحد، وأكيد عم نقدم لكم هدية جداً رائعة وبسعر تنافسي. استغلوا الفرصة واتصلوا فينا هلأ. مركز خدمة العملاء بانتظار اتصالكم. مستمرين معكم بهذه الفقرة أنا وغسان. وغسان يا جماعة سوبر اكسايتد صح؟ Yeah, I'm very excited. اليوم عم نقدم لكم أكيد ماركة ألمانية شهيرة هي ماركة ريغورس اللي أكيد عم تقدم تقنية متطورة. شو أكتر شيء عجبك فيها؟ أكتر شيء عجبني فيها أنا الكورد لسه أول شيء. أوكي ويت كورد أول شيء بتشتغل لس يعني بالسلك عادية بالطبع. أوكي يعني بالطبع. أي مثل أي مكواية طبعا. وكمان شو؟ وكمان شو اسمه السيراميك هذا بيخليها very smooth when you iron يعني بيخليها كتير بيخليها كتير انسيابية على الأقمشة بالضبط. وشو اسمه البخار قوة البخار جداً عالية. أوكي طبعاً مثل ما سمعتوا غسان حكى أن هي فيكم تستخدموها بالسلك ومن غير سلك. أكيد فينا أن احنا بكل سهولة نحول المكواية إلى مكواية لاسلكية بأن نحن نرفع هيدا الزر وبعدين شوفوا الماجيك 1 2 3. قدرنا بكل سهولة أن احنا نحصل على المكواية وفينا نستخدمها بشكل عمودي أو عمودي سوري. عمودي وشكل أفقي كمان. كمان ما ننسى عنا هون المكان المخصص لضخ المي، عنا هون التانك اللي هو 450 ملي والفتحة كمان ما ننسى هي كتير كبيرة. عنا تحكم كامل في مستوى درجة البخار، عنا 1 2 3، وإذا ما بدنا بخار بالمرة بنخليه على هيدا الزر. عنا زر خاص لضخ البخار وزر لرش المي. عنا هون تحكم كامل في المستويات المختلفة حسب نوع القماش، وعنا هون السلف كلين لحتى ننظف. عنا هيدي الفتحات اللي موجودة بالخلف مثل ما حكى غسان إن هي معمولة أو مطلية بالسيراميك اللي بيوزع حرارة بشكل مثالي على كل أنواع الأقمشة، بالإضافة إلى الفتحات الصغيرة اللي موجودة على السطح كلياته لحتى بكل سهولة توزع البخار بطريقة مثالية ويكون الضخ للبخار جدا عملي. يعني مكواية إذا حاجينا حكينا إنها جدا عملية بكل المقاييس. أحلى المكويات اللي شفتهم تقريبا. شو اللي عندك هاي بالله عليك غسان؟ يعني إحنا عم نحكي عن مكواية يعني معصر حجري تقريبا. خبرني أول شيء عن السطح تبعها. طبعا هي السطح تبعها سطح معدني عادي مش مطلي بالسيراميك، فبيمسك في الملابس. عارفة بتصير لك مرات لما تكون تكوي بيكون القماش يعني نوع من القماش. هو شوف إذا ما مسكت بيترك لك أثر. أثر أيوة. أثر اللي عرفته هاي إنه هيك بتيجي هاي ده تريد مارك. بالضبط. فالحين حنعملوا التجربة هاي. حنفرجيكم إنه شو يلا. الاختلاف بين المكواية العادية والمكواية ريغورس. أوكي هون مثل ما عم نشوف. أوكي بده يعمل تجربة حية قدامكم لنفرجيكم شو عم يصير للأقمشة تبعكم إذا أنتوا استخدمتوا سطح منه عملي. مثل ما شايفين تقريبا الأقمشة والخيوط عم تدوب دوبان. بالضبط. أوكي نحن هون عنا سطح من السيراميك يعني جدا عملي، بالإضافة أنه ما ننسى عنا قوة بخار. Are you ready؟ قوة بخار جدا عالية شايفين؟ بالضبط. ها بتوصل لإيده ها ملاحظين 1 2. شو مسافة كبيرة شايفين؟ قوة بخار جدا عالية. ومع ذلك أنا إذا أجيت عملت نفس التست بالكيس بهذه الطريقة، بحط أنا النايلون وبطلعها عادي جدا ما بيصير لأي شيء، والسطح عندي بيضل نظيف 100%. يعني طريقة مثالية جدا لحتى نقدر نعمل كوي من دون ما نخاف على أنواع الأقمشة. أنواع الأقمشة مختلفة. عنا القطن. القطن قديش بيعذبنا بنات بالكوي؟ يعني خلينا نحكي سبيشلي إذا الملابس الداخلية للرجال كلها بتكون معمولة من القطن طبعا. صح ولازم تتعقم وتتكوي كمان طبعا. هون عنا مثال بالإضافة إلى البرنت اللي عنا من هون. هلا رح فرجيكم كيف بكل سهولة أقدر أستخدم ريغورس لحتى أتخلص من هيدا هيك الكسرات اللي شايفينها من قدام. اوكي هلا بكل سهوله بقدر اضغط على زر البخار اللي هو بيتوغل الى داخل الاقمشه طبعا. اكزاكتلي. شو رايك بهالتحديات؟ والله التحديات ممتازه معك بصراحه. وحتى هون اذا عندكم برنت ما عندكم ابدا اي مشكله yeah. فينا نكوي بكل سهوله لحتى نحصل على نتيجه مثاليه. هلا اذا اجينا قارنا ما بين هيدا الجزء وهيدا الجزء رح نلاحظ اكثر شيء عنا هون بالزوايا كيف ان هي كلها تكسرات، بينما هون عندي مكوي وحتى الالوان بتحسها مور فايبرنت صح. اوكي ننتقل عنا
لماتيريال ثانيه، الحرير. الحرير، الحرير، وما ادراك من الحرير. لازم الحرير واحد يكون تبعكم هذا يعني. سوبر كيرفول. هيدا احنا تبعنا تبعنا اوكي. شايفين الكسرات كلياتها اللي موجوده هون، هيدي الكسرات ابدا ما بتنكوي معكم بطريقه مثاليه اذا مثلا استخدمتوا اي طريقه تقليديه او مكوية البخاريه تقليديه. لكن انا عندي هون، يلا كاونت فور مي 1 2. وحتى فيها المس البخ، المس القماش تبعي. واو اتس اوريدي ايرند. ها شوفوا الفرق اصلا واضح وصريح. شوفوا هيدا الجزء اوكي وهيدا الجزء، قديش عن جد في فرق بجوده الكوي. يعني بتحس بالضبط. انت اذا كويت بالطرق التقليديه طبعا هي هذا هو هذا اقوى شيء، خاصه البخار اللي بيطلع منها، البخار قوي جدا. وكذلك السيراميك بيخليه مثل ما قلت لك في الاول فيري سموث. هون بقى عنا يعني القميص الرجالي، لو يعني عرفتوا ليش بتدققوا حتى بين الازرار؟ يعني ليش؟ بيعذبونا صح بنات؟ الرجال بيعذبونا. احنا ما نلبسش كثير يعني، ما عندناش كثير اشياء عشان نلبسها، فعلى الاقل نلبس قطعتين تكون مرتبين صح؟ طيب اوكي، هلا راح فرجي كل ست كيف تقدر تكوي ملابس زوجها بكل سهوله. اوكي 1، حتى لو عندك اي مكان في كسرات ما عندك ابدا اي مشكله. بين الازرار فوتي بين الازرار، كثير سهله نحن نستخدمه، طريقه جدا عمليه. وحتى اذا بدك تستخدمي على الازرار فينا نحن نستخدم هذه الطريقه، يعني بنقدر نكوي بكل سهوله من دون ان احنا نخاف ابدا بالضبط من اي شيء. شايفين الفرق بين هيدا الجزء اللي انا كويته، الجزء الصغير والجزء اللي معك؟ يعني في فرق جدا واضح وصريح بين النتيجتين. طبعا. هيدا قبل وهيدا مع ريجورس. وكمان الحلو انه فيكم تستخدموها من دون سلك، من دون سلك كوردلس. أيوة. يلا فرجينا، يلا نفرجيكم. هلا راح نفرجيكم كيف طريقه استخدامها، جدا سهله. فينا نحن نكوي كل انواع الاقمشه ونحس بالامان وراحه مع استخدام ريجورس. والحلو كمان انه ما بتغعذب ولا بتغلب، يعني كبسه صغيره اندعست يلا خفيفه يعني. يلا هيدي هذا تيشيرت بنتي، تيشيرت بنتي الله يخليها. في هون عندنا جليتر، في عندنا ستيكرز، هيدي الاشياء الام بتفهم عليها، بندفع مصاري كثير بس باول كوي بنقول مع السلامه. لا مع ريجورس حتضل معك، تضل معك طبعا. هيك لما يكون عندنا نوع من انواع الاقمشه والبرنس العادي اوكي، فنحن بنقدر نحن نستخدم خاصيه البخار لحتى نكوي ونعقم بنفس الوقت، وهيدا اللي بيميز التقنيه المتطوره اللي نحن عم نقدمها لكم اليوم. اوكي كمان نحكي على كندورة خليفه كمان. كندور. ابني كمان. ربي يخليهم لك، يخلي لي اياك. طبعا هون مثل ما شايفين عندنا كسرات، هلا راح نفرجيكم كيف تقدروا تكووها بكل رياحه. الكندوره لازمها دائما تكون مكويه كويس. اكزاكتلي exactly. يعني مكويه شوف. بضمير سبيشال اكزاكتلي exactly. لانه اهم شيء انه ما يكون فيها كسرات. واو بخار، بخار شغل لنا البخار. ايوه البخار، فينا نحن نشوف الفرق بكل بساطه مثل ما انتم شايفين هيدا الجزء وهيدا الجزء. طيب انا ممكن اطلب طلب؟ قولي لي. اوكي الله يطلعك مرة أخيرة. يلا 1 2 3. يلا إيه هاي 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 بس أشرح، أنا مبسوطة من النتيجة. يلا بالبخار. أيوة أيوة أوكي دامي. شايفين طريق، شايفين هون معنا مكوية 100%، طريقة جدا مثالية للكوي. هلا خلينا ننتقل ونشوف. طبلي. هون أنا محضرة لك بنطلون. البنطلون بس يعني محضره بطريقه مختلفه جدا عن كل البنطلونات. حسوا كرة يعني عرفت كرة لفه عرفتها قبل. يلا انا هخليك انت تعلق هالمره. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السادة المشاهدين، يلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان. اليوم مع ريجوروس وميسا سنقوم بتحديد او بكوي هذا البنطلون. يلا يلا شوف البخار. يلا يا بخار اعطيني البخار. ولا هدف ولا اول جول. لا عن جد انه شوفوا ما شاء الله ما شاء الله عن جد النتيجه بتجنن. بس انا ممكن اقدم الحلقه كلها هيك. انا بدي خلاص انا بدي. شايفين شايفين ما شاء الله، شايفين الكوي بالطبقه الاولى والطبقه الثانيه والثالثه والرابعه. قوه البخار اللي بستخدمها تقدر توصل الى اعمق الطبقات اللي موجوده بالبنطلون تبعي، وهيك نتيجه بنقدر نحصل عليها بكل بساطه مع مكواية عملية جدا مثل ريجورس. هلا رح ننتقل مع هون معك تحدي بقى. تحدي ايوه تحدي اخر.
تحدي مع المكواة العادية أول شيء الهادي مثل ما نشوف بيطلع البخار منها. فبنحاول نطفي نطفي الشمعة. أوكي. يعني واحدة. شمعة واحدة. نقول الحمد لله. الحمد لله يعني. طفت شيء. نولع مرة ثانية. نرجع نولع. أوكي. هم تقريبا 10 شمعات فحنعيد. يلا. 1 2 3. واو. دان. Thank you. قوة بخار. ما شفتها قبل بأي مكواية، عن جد ما شفتها قبل بأي مكواية. وخلينا نرجع نحكي عن شغلة جدا مهمة هي التعقيم. برجع بقول الكوشنز، ملابس الأطفال، ألعاب الأطفال، لبسها ما بدك تغسليها، على الأقل على الأقل عقميها، لأنه عن جد هلا جدا ضروري إن احنا نعقم ثيابنا. اوكي، ونعقم ملابس اطفالنا لنتاكد ان هم دائما بصحه، واذا في اي شيء عال ان نقدر نتخلص منه. وخلينا نرجع نتذكر السعر الخاص لهيك نوع من انواع مكويات او التقنيات المختلفه اللي بتكون موجوده بالاسواق، راح نلاقي ان الاسعار جدا غاليه. صح؟ صح. هلا خلينا نشوف مع بعض الاسعار اللي بالاسواق هي راح تكون كثير غاليه. هيدي هي الاسعار اللي عم تشوفوها بالسوق، عن جد انه كثير غاليه غسان. صح صح, صح. مقارنة بريغو روس يعني السعر تبعها مناسب جدا. مستحيل مناسب تقول جداً. ان هيدي التقنيات موجودة كل الاشياء هذه، كل الاوبشن اللي موجود فيها. yes. السيراميك yes. والبخار وكذا والكوردس. yes. خاصة انا exactly. عجبتني والسيراميك. سيراميك. والتانك اللي هو سعته 450 ملي، وتقنيات جدا مختلفة ومتطورة، وهي فكرة ان هي 3 بواحد، ستيم كورد وكوردلس، يعني جدا عملية. الألمانية ريغورس المنتج الأكثر مبيعاً حول العالم عم نقدم لكم مكوات البخار اللاسلكية مع هدية 3 وظائف بواحد، وأكيد عم نقدم لكم هدية جداً رائعة وبسعر تنافسي. استغلوا الفرصة واتصلوا فينا هلا، مركز خدمة العملاء بانتظار اتصالكم.